بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ احب بس في الاول احب اكد ان سلسلة المحاضرات اللي هناخدها في الجيولوجيا الاقتصادية ديت designed for non-geologists، ماشي للجيولوجيستس او الانجينيرينج جيولوجيستس. دي عبارة عن سيريز من المحاضرات مخصصة لطلاب مش متخصصين في جيولوجيا البترول او عامة في الايكونوميك جيولوجي. دي عبارة عن مجموعة محاضرات بمفاهيم بسيطة عشان نوصل معلومة بسيطة لغير متخصصين. حبيت بس انوه في الاول على هذه الجزئية. اما بالنسبة لمحاضرة النهاردة وهي عنوانها عبارة عن oil pools او برك البترول. الاعتقاد السائد ان البترول يتواجد في باطن الارض على هيئة كهوف، يعني بقى احفر بير ينزل للكهف اللي فيه البترول ويطلع منه البترول. طبعا ده اعتقاد خاطئ، لان البترول اللي موجود هو عبارة عن اويل، سواء هيدروكربون سواء كان اويل او جاز، موجود في الفراغات المسامية او البينية ما بين حبيبات المكونة لصخر الخزان وليس داخل كهف. وبالتالي كلمة oil pool عبارة عن the subsurface oil accumulation that may arrange vertically or horizontally. الخزان اللي عندك زي الصورة اللي على اليمين دهيت، تلاقي ان البير الواحد مش لازم ينزل على خزان واحد او على ايه تراكم بترول واحد اللي هو المظلل باللون الاسود ده عبارة عن تراكم البترول. فتلاقي البير الواحد نازل على اكتر من تراكم للبترول، فتلاقي الاويل بول مترتبة ترتيب ايه vertically، او زي الصورة الموجودة على الشمال ان تلاقي الريسيرفوارز اللي عندك مترتبة ايه horizontally افقيا، يعني زي الصورة الموجودة على الشمال ومتلونة باللون او مظللة باللون البرتقالي. واضح كده يا اولاد؟ The term pool can create the erroneous impression that oil fields are immense caverns filled with oil instead of rock filled with some oil field pools. ده اول مفهوم معانا النهاردة، يعني ايه oil pool. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه يا ولاد، عشان الاقي commercial accumulation of hydrocarbons، عشان الاقي بترول بكمية كبيرة في مكان ما وانا عاوز ادور على البترول ده، السؤال ما هي الشروط اللازم توافرها عشان الاقي بترول؟ هي الاسينشال ريكويرمنتس فور ذا بريزنس اوف كوميرشال اكيوميليشن اوف هيدروكربونز. عشان الاقي كوميرشال اويل بول ايه ايه الشروط، ايه الكونديشنز اللي عندي؟ اربع حاجات يا اولاد، ابتداء ب سورس روك صخر المصدر، 2 ريسيرفوار اور كارير بيد ودي عباره عن صخر الخزان او صخر المكمن، رقم 3 صخر الغطاء او سيل او كاب روك، واخيرا المصيده تراب. دولت هم عبارة عن الفور requirements for the presence of oil pool أو presence of accumulation of hydrocarbons. إن غاب أحدهم مش هتلاقي بترول، وأهمهم على الإطلاق طبعا هو رقم واحد source rock، إلا ولو ما لقتوش أو لم يتواجد في مكان ما طبيعي مش هتلاقي مين، هتلاقي البترول زي ما هنشرح دلوقتي. طيب هنبدأ نتكلم في كل واحد منهم دلوقتي، هنتكلم في الديفينيشن بتاع كل واحد منهم. definition 2 هنتكلم في characteristics الصفات اللي لازم تميز كل واحد فيهم، واخيرا انواع او امثله على حسب ايه الايتم كل واحد ايتم فيهم. ماشي يا اولاد؟ سورس روك، ريسيرفوار، كاب روك، واخيرا تراب. تبعا بقى اول حاجه اول requirement هو عباره عن سورس روك كديفينيشن كتعريف، هو عباره عن الصخر القادر على توليد وانتاج المواد الهيدروكربونيه بكميات كبيره بكميه اقتصاديه. Refers to rocks from which hydrocarbons have been generated or are capable of being generated. صخر قادر على إنتاج أو قادر على توليد من المواد الهيدروكربونية. They form one of the necessary elements of a working petroleum system. أهم واحد في منظومة البتروليوم سيستم أو منظومة البترول. واضح يا ولاد؟ منظومة البترول الأربعة اللي احنا قلناهم اللي هو source reservoir الكاب او السيل والتراب. ادي اول حاجه بالنسبه لمين لتعريف صخر المصدر، لازم عباره عن صخر قادر على توليد وانتاج. طب واحد يقول لي طب هل في فرق ما بين توليد وانتاج؟ فيه كل الصفات ان هو يعتبر كصخر مصدر وحصل نضج للمواد العضويه بس وتحول طبعا لبترول بعد كده، بس البترول اللي موجود في صخر المصدر مش قادر يطلع من صخر المصدر، ما فيش عوامل مساعده خارجيه تطلعه من صخر المصدر. بالظبط زي اسفنجه سبونج فيلد ويز ووتر، اسفنجه ومليانه ميه، تعرف الميه تطلع من الاسفنجه من غير ما اضغط عليها؟ بالظبط كده يا اولاد، لازم صخر المصدر يتعرض لضغوط خارجيه هتيجي طبعا من الصخور اللي بتتراكم فوقه عشان يحصل اكسبيلنج للاويل اللي موجود في صخر المصدر، وبالتالي في فرق ما بين توليد وايه وانتاج.
expelling and generation. صفاته رقم واحد لازم اصدرها ديت لازم يكون organically rich. في ناس قالوا المفروض يكون اكبر من واحد او اكبر من اثنين او اكبر من نص. بعرفها ازاي؟ عبارة عن بوزن صخرة معلومة الوزن وبدخلها في قلب فرن مخصص بسميه بايروليزس. هذا الفرن بيبدأ يحرق المواد العضوية الموجودة عندك في الصخر، وناتج الحرق بيكون عبارة عن كربون ديوكسيد CO2. يعني الجهاز بيكون حساس لكمية الكربون ديوكسيد اللي بتطلع عندك من الصخر، وبيعملها نسبة بالنسبة للوزن الكلية للصخر، وبالتالي ممكن تطلع نص، تطلع واحد، تطلع اثنين، تطلع اربعة، على اساس كمية المواد العضوية اللي عندك. فانا على طول ممكن اعرف الصخر اللي عندي اورجانيكالي ريتش ولا اورجانيكالي بور. واضح يا اولاد؟ ده اول متطلب معايا. رقم اثنين لازم يكون فاين جريند. طب ليه ما يكونش كورس جريند؟ حبيباته المكونة له ما يكونش حبيبات كبيرة ليه؟ لازم يكون حبيبات صغيرة. ليه حبيبات صغيرة؟ عشان يضمن حفظ المواد العضوية، good preservation of the organic matter، عشان يحصل ضمان حفظ للمواد العضوية بعيدا عن الايروبيك بكتيريا، البكتيريا الهوائية. واضح يا اولاد؟ فيفضل يكون فاين جريند. واضح؟ اثنين، رقم ثلاثة لازم صخر المصدر يتعرض لضغط وحرارة في بطن الأرض، عشان المواد العضوية بتأثير الحرارة والضغط وعمليات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية معقدة هيبدأ يحصل نضج للمواد العضوية، وبالتالي لازم يحصل يتدفن في بطن الأرض على عمق المفروض ممكن تقول بيتراوح من 3 كيلو ل 4 كيلو في بطن الأرض، 3000 و 4000 متر في بطن الأرض، عشان يكون صخر مصدر أو mature source rock. أربعة زي ما احنا شرحناها لازم يكون capable of generating and expelling commercial and enough quantities of hydrocarbons. واضح يا اولاد؟ رقم خمسة صخر المصدر اللي بهذه الصفات اللي هو organically rich و fine grained و mature و capable of generating and expelling ممكن يتواجد في اكتر من بيئة ترسيب. بيئة الترسيب البيئة اللي بترسب الصخر المصدر بسمها بيئة الترسيب او environment of deposition. ممكن تتواجد في بيئات deep water الماء العميق، deep marine water او منطقة البحيرات، lacustrine environment او بيئة الدلتايك. lacustrine environment بيئة البحيرات الليكس، او ممكن تكون بيئة دلتوية. واضح يا اولاد؟ تمام. دي عبارة عن general characteristics of the source rock، اول كومبوننت موجود معنا النهاردة. طيب الاثنين ده هم التو ساينتستس ده هم وقفوا قدام الطبقة اللي هي لونها اسود اللي قدامهم دول. الشخص اللي هو قريب من الصخر بدأ يمسك الصخر ويقول للراجل التاني الساينتست التاني، بيقول له ده عبارة عن طفلة، عبارة عن شيل، ومعروف عن الطفلة او الشيل ان هو organically rich، هل ينفع يكون source rock؟ فالراجل التاني اللي واقف قال له هو يعتبر organically rich وفاين جريند وفيه كل الصفات، بس للأسف هذا الصخر لم يتعرض لحرارة وضغط في باطن الأرض. doesn't subjected for enough temperature and pressure to mature the organic matter in the rock. لم تتعرض المواد العضوية اللي موجودة عندك في الصخر لحرارة كافية عشان يحصل نضج للمواد العضوية ويتحول بعد كده البترول، بالتالي ما ينفعش يكون source rock. واضح يا ولاد؟ ايه انواع صخر المصدر يا اولاد؟ احنا قلنا definition وقلنا characteristics، ثلاثة types of source rock. في انواع ثلاثة رئيسية لصخر المصدر، type 1 type 2 type 3. كل نوع من هذه الانواع له نوع معين من المواد العضوية بيشارك في تكوينه، وكذلك نوع معين من البترول بينتجه. يبقى كل نوع من هذه الانواع له مواد عضوية معينة هي اللي بتكون الطيب ده. رقم اثنين ان كل نوع من هذه الانواع بعد ما يحصل نضج لهذه المواد العضوية بيبدأ قادر ان هو يولد نوع معين من البترول. على سبيل المثال يا اولاد الابار اللي بحفرها في الجلف اوف سويس، خليج السويس عندنا في مصر، معظم الابار بتطلع اويل، في حين الابار اللي بحفرها في الدلتا زي اللي احنا عايشين عليها كده بتطلع اغلبها جاس. اما بالنسبة للابار اللي بحفرها في الويسترن ديزرت بتطلع ميكسد اويل وجاس. يبقى الجلف عبارة عن اويل، النايل دلتا عبارة عن جاس، الويسترن ديزرت عبارة عن ميكسد اويل اند جاس. هل اختلاف نوع الهيدروكربون اللي بيطلع من كل مكان له سبب؟ ما احنا لسه بنقول اهو يا اولاد، بنقول ان اختلاف نوع الهيدروكربون according to the original type of the organic matter in the source rock، على اساس نوع المواد العضويه الاولى الموجوده عندك في صخر المصدر. فلو كان عندك صخر المصدر اللي عندك غني في الالجي، فلو كان عندك نوع المواد العضويه عباره عن الجال ريمينز، واتدفنت هذه الطحالب في بيئات خاليه من الاكسجين، free of oxygen، بسميها بيئه anoxic condition، بيئه مختزله،
هيكون هذا الصخر اللي فيه طحالب لو تعرض لحرارة وضغط هيكون قادر على إنتاج واكسي كرود أويل، زيت إيه؟ زيت شمعي. واضح كده يا ولاد؟ ده طبعا في حال تعرض لمين زي ما اتفقنا؟ لثيرمال ستريس ديورينج دي باريال، الدفن الليل العميق. النوع الثاني من انواع الصخور المصدر هو نوع بيتكون من مارين بلانكتونيك اند بكتيريال ريمينز، بقايا هائمات وبقايا بكتيريه. اذا اتدفنت هذه المواد العضويه من نوع بلانكتونز وبكتيريا في ظروف انوكسيك انفايرمنت اكسيك كونديشنز هيكون قادر انه يولد اويل وجاس. تمام كده يا اولاد؟ اما بالنسبه للثيرد تايب، التايب 3، فده عباره عن يتكون من بقايا نباتات وبتدفن في بيئة أوكسيك أو سب أوكسيك. لو اتدفن في هذه الظروف وتعرض ليه ثيرمال ستريس وبريشر هيكون قادر في أغلب الأحوال على إنتاج الجاس مع بعض الأسوشيتد لايت أويل، مع بعض الزيت الخفيف المصاحب. مصاحب لمين؟ مصاحب للجاس، أسوشيتد ويز جاس. وبالتالي ألجر ريمينز زي الموجود عندك في خليج السويس، مارين بلانكتون زي الموجود في الوسترن ديزرت. أما بالنسبة للنوع الثالث هو عبارة عن تيرستيريال بلانت ماتيريال زي الموجود عندنا في منطقة مين؟ النايل دلتا. يبقى أنت عندك ثلاث أنواع على طول. اول ما اقول لك تايب 3 معروف ان تايب 3 عباره عن بينتج جاز، بيكون من ايه؟ من بلانتس. تايب 1 بيكون من ايه؟ بيكون من الجر ريمينز، بيدي لي ايه؟ بيدي لي اغلبه عباره عن اويل. اما بالنسبه لتايب 2 فبتكون من مارين بلانكتونز وبكتيريا وبالتالي ممكن ينتج اويل اند جاز. يبقى على حسب نوع التايب هيكون عندك البوتنشال بتاع صخر المصدر، الانتاجيه بتاعت صخر المصدر هتختلف. اوكي يا اولاد؟ الكومبوننت التاني معانا النهارده هو عباره عن صخر الايه؟ الخزان. تاني كومبوننت في البتروليوم سيستم بتاعنا او الاليمنتس بتاعت البتروليوم سيستم. خلصنا سورس روك، اتنين ريزرفوار روك. كتعريف هو عباره عن الصخر اللي بيحتوي على تراكم البترول في باطن الارض. از اي روك وير هيدروكربونز ار ستورد اند فروم ويتش دي كان بي برديوسد. الصخر اللي فيه تراكم البترول وبيكون قادر ان هو يخزن البترول وبالتالي بقدر اطلع البترول منه. واضح يا اولاد؟ ادي بالنسبه للديفينيشن اوف ذا ريزرفوار. طيب ايه هي الكاركترستكس؟ ديت عباره عن الخصائص العامه للريزرفوار. رقم واحد، لازم يتميز بالمساميه العاليه والنفاذيه العاليه، وهنتكلم دلوقتي عن ايه مساميه ونفاذيه او البوروستي والبيرميابيليتي. رقم اثنين، لازم البترول الموجود في هذا الريزرفوار يتكون بكميات كبيره، لازم طبعا يكون كميات كبيره كوميرشال كوانتيتيز، مشروع يكفيني مده زمنيه لا تقل عن 10 الى 20 سنه. ثالث حاجه، لازم في بعض القوى موجوده في هذا الريزرفوار اللي ممكن تساعد على نقل البترول من مكان لاخر وهجرته من مكان الى اخر، زي على سبيل المثال وجود الجاسس او وجود بعض الووتر اللي ممكن يساعد على هجره البترول. دي بعض القوى او درايفنج فورس، ناتشر درايفنج فورس ممكن تساعد البترول تو موف فروم وان تو انذر. اخر حاجه، امثله الريزرفوار ممكن يكون الريزرفوار دوت كاليثولوجي كروك بانواع ايه، ممكن يكون عباره عن حجر جير لايمستون، ممكن يكون عباره عن ريزرفوار من نوع لايمستون، او ممكن يكون نوع من نوع دولومايت او الساندستون اكتر انواع شيوعا، او يكون كومباينيشن من الحاجات دي، خليط من هذه الحاجات، اتحاد من هذه الحاجات. ديت بعض الصور اللي بتبين لك شكل الريزرفوار بيكون عامل ازاي. دي عباره عن عينه رائعه مشبعه تماما بالاويل، حتى اللون الاسود موجود جوه هو انت شايفه. برضو عينه تانية ودي عباره عن نوع من انواع اللايمستون، في عباره عن بيسموها كافيرنس لايمستون او نوع بسميه الريف الشعاب ريف. ده نوع من انواع الريزرفوارز عباره عن ساندستون اكتر انواع شيوعا كريزرفوار. وبرضو نوع برضو عباره عن عينه كده مليانه مغموسه في قلب الايه؟ الريزرفوار. اما بالنسبه من صفات صخر الخزان اللي هو الريزرفوار، انه يتميز بالمساميه العاليه. يعني ايه اولا مساميه؟ مساميه يا اولاد لما تيجي تشوف كده الصوره اللي عندك على الشمال دهيت، هتلاقي عندك الروك، اي روك بتكون او صخر الخزان بالذات بتكون من حبيبات، البارتكلز الكبيره بارتكلز. هذه الحبيبات بتفصل ما بينها وبين بعضها البعض فراغات. الفراغ ده ممكن يكون مملوء بالووتر، ممكن يكون فيلد ويز اير، ممكن يكون فيلد ويز ايه؟ فيلد ويز اويل. تمام كده يا اولاد؟ دي شكلها بيكون في العينه، بيكون عامل كده الشكل، الصوره رقم 2. تمام. الفراغات تلاحظ ان الفراغات منعزله عن بعضها البعض، يعني كل فراغ كده كل بور منعزل عن البور الثانيه، عن الفراغ الثاني، اكنه عباره عن جزر منفصله، ايزوليتد ايلاندز. اما بالنسبه للصوره الثالثه دي عباره عن الفراغات، لما انت تلاحظها كده الفراغات متصله ببعضها البعض، وبالتالي عندك المساميه ممكن تكون ابسولوت بوروستي او ممكن تكون افكتيف بوروستي. ابسولوت هو عباره عن حجم الفراغات الى الحجم الكلي للصخر، التوتال فوليوم اوف بورز تو ذا توتال فوليوم اوف ذا روك. ابسولوت ذا ريشيو بتوين ذا توتال بور فوليوم
سواء كانت interconnected او طبعا isolated، المنعزل او غير المنعزل، الابسوليوت تو ذا توتال فوليوم اوف روك. المقصود بالتوتال فوليوم اوف روك معناها حجم الحبيبات اللي موجود عندك، الحبيبات ممسوكه بماده لاحمه ومرميه في قلب حاجه اسمها ماتريكس، والفراغات الموجوده اللي كانت مولاه بميه او بهواء او 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 اويل. فده عباره عن الحجم الكلي للصخر. يبقى حجم الفراغات اللي حجم كل الصخر بسميه ابسوليوت بوروستي. اما الافكتيف بوروستي فده عباره عن حجم الفراغات المتصله، the ratio between the interconnected pore volume and the bulk volume of a rock. ده المقصود بكلمة effective porosity. النوع طبعا اللي قدامك او الصورة رقم 4 نفس الكلام برضو، عبارة عن الفراغات غير متصلة. الفراغات في هذه الحالة isolated isolated pores، الفراغات غير متصلة. وبالتالي طبعا يفضل في البروستي ان هذه الفراغات تكون متصله ببعضها البعض، يفضل انها تكون effective porosity. تمام كده يا شباب؟ طيب ايه الفاكتورز اللي بتحكم الايه البوروستي؟ بمعنى الفراغات اللي موجوده عندك ما بين الحبيبات between the grains الانتر جرانيولار بروست اللي موجوده، ايه اللي بيتحكم في حجم الفراغات وكذلك عدد الفراغات اللي موجوده؟ فاكتورز affecting on the rock porosity، مجموعه من العوامل. على سبيل المثال الحجم الحبيبي او الجرين سايز، طبيعي كل الجرين سايز كل ما كان عندك الحجم الحبيبي عندك كبير، طبيعي هتلاقي ان الفراغات ما بين الحبيبات كبيرة. وكل ما صغر عندك حجم الحبيبات المكونة للخزان اكيد طبعا هتصغر الفراغات بس هيزيد عدد الفراغات. يبقى حجم الحبيبات كبير، حجم الفراغات كبير بس عددها قليل. اما بالنسبة لو كانت حجم الفراغات حجم الحبيبات عندك حبيبات صغير، يبقى حجم الفراغات صغير وعدد الفراغات كبير. ادي بالنسبة لأول عامل عندك هو عبارة عن الجرين سايز. رقم اتنين البارتيكل سبيرسي اند انجولاريتي، الحبيبات المكونة للخزان هل هي منتظمة زي الصورة اللي عندك تحت رهيت، ولا حبيبات الريجولر مش منتظمة؟ طبيعي كل ما يكون عندك حبيبات المكونة للخزان منتظمة طبيعي هتزيد المسمية. واضح يا ولاد؟ دي صورة بتبين طبعا ايه المقصود بكلمة جرين سايز، كل ما يكبر الحجم تجمل تكبر الايه الفراغات. كذلك من ضمن الحاجات الموجودة عندك او الفاكتور رقم ثلاثة وعبارة عن الباكينج، والمقصود بكلمة باكينج عبارة عن الرص زي الصورة الموجودة فوق خالص. الرص كل ما كان عندك الحبات المكون الخزان عندك باكد مرصوصة طبيعي هتزيد الايه المسمية. وكذلك في مفضلة حتى في انواع الرص، فانت عندك الرص الايه اللي فوق على اليمين رص معيني او رص المثلثي، والرص على الشمال هو عبارة عن رص الكيوبيك. تلاحظ ان حجم الفراغات عندك في الرص الكيوبيك اعلى منه بالمقارنة بالرص الايه المعيني. طبعا عدد الكونتاكتس كل ما زاد عدد الكونتاكتس ما بين البارتيكلز هتقل. اما لو الصورة اللي على الشمال هي الكيوبيك تلاقي ان الايه الحبيبات ما فيش كونتاكتس كتير مع الحبيبات، فكل طبعا ما يقل الكونتاكت مع الحبيبات بتزيد الايه المسام. ده السبب ليه ان الكيوبيك بيكون اعلى من الرومبو هيدرال ايه باكينج. كذلك السورتنج زي الصورة اللي تحت تاني صورة من فوق، مقصود بها السورتنج عبارة عن درجة توحد حبيبات الايه المكونة الخزان. كل ما كان عندك طبعا حبيبات الخزان نفس الحجم والسورتد طبيعي هتزيد المسمية، وكل ما كان بورلي سورتد هتقل المسمات بين الفراغات. كذلك الصورة الموجودة تحت على الشمال خالص وجود المادة اللاحمة، وجود المادة اللاحمة او سيمنتنج ماتيريال كل ما كانت موجودة طبعا هتقل المسمية، وكذلك حتى نوع الايه المادة اللاحمة الموجودة سواء كانت مادة جيرية او مادة طينية او مادة ايه كالكيريوس مادة جيرية، طبعا بتختلف على حسب نوع. كذلك نوع السيمنتنج ماتيريال سواء كانت سيليشيوس او كانت عبارة عن كالكيريوس او عبارة عن ارجليشيوس طينية او سيليكية او ايه او جيرية. كذلك من ضمن العوامل الاوفر بيردن ستريس، بمعنى كل ما كان عندك الصخرة على عمق كبير طبعا هيتعرض على ضغط اكبر، وبالتالي كل ما يزيد الضغط يقل الفراغات ما بين الحبيبات. كذلك العوامل اللي ممكن تتلو او ايه بعد ما الصخر يترسب ممكن يحصل حاجة اسمها ديسوليوشن او فراكشرز، ان يحصل اذابة للصخر. الذاب بواسطة بعض العوامل ممكن يذوب الصخر وبالتالي بيزود المسمية، او يتكون فراكشرز نتيجة الايه الكومباكتنج الضغط على صخر الخزان، فممكن يتكون فراكشرز او شقوق وبالتالي طبعا بيزود لي الايه بيزود لي المسمية. العامل الثاني اللي المفروض يتميز فيه الخزان وهو البيرميابيليتي، والمقصود بالبيرميابيليتي عبارة عن النفاذية، قدرة الصخر على انفاذ السوائل والموائع خلاله. is a measure of the ability of a porous material
to allow fluids to pass through it. It is a measure of the ability of a porous material to allow fluids to pass through it. The unit of measure, وحدة قياس البرميبيليتي according to Henry Darcy, فالوحدة اللي بتميز البرميبيليتي اسمها وحدة الدارسي على أساس هنري دارسي. 18,003, 18,50, 15. ده بالنسبة لأكوردنج موت لمين؟ لهنري دارسي لعالم سميت على أساسه وحدة تمييز البرميبيليتي. تقريبا نفس العوامل اللي بتؤثر على إن المسمية تقريبا هي نفس العوامل اللي بتؤثر على النفاذية خاصة الإفكتيف بروستي. فالعوامل اللي بتؤثر في النفاذية كالتالي: أول حاجة depends on the direction and the fluid type. ايه نوع الفلويدز الموجوده داخل الخزان؟ طبعا البرميبيليتي هتتاثر. لو عندك مثلا ايه هيفي اويل غير ما يكون لايت اويل غير ما يكون عباره عن جاز، فتختلف حسب مين الفيسكوستي الموجوده او الوتابيليتي. كذلك التكتشر بروبرتس، الحجم الحبيبي، البور سايز، الجرين سايز، الجرين سايز ديستريبيوشن، الشيب اوف ذا جرينز، الباكينج، الافكتيف بروسس طبعا زي ما احنا قلنا، الديجري والاماونت اوف سيمنتيشن، نوع وكميه الماده اللاحمه، كمية الشقوق والكسور الموجودة عندك في الصخر، البرزنس أو الماجنتيود بتاع الفراكشرز، وأخيرا الأماونت والديستريبيوشن والتايب أوف كليز، وجود بعض أنواع الكليز في الخزان بيقلل من جودة الخزان، فيفضل يكون كمية الكليز الموجودة عندك في الخزان كمية قليلة لأن وجوده بيقلل الكواليتي أوف ذا ريسرفوار. واضح يا ولاد؟ دي عبارة عن السيفن فاكتورز افكتنج أون روك بيرميابيليتي. التالت عامل هناخده النهاردة ونختم بمحاضرتنا النهاردة ده عبارة عن السيل أو الكابروك. السيل أو الكابروك هو عبارة عن صخر معتم، صخر معتم بيعلو الخزان، صخر معتم يعلو الخزان اللي هو موجود في الصورة قدامك باللون البرتقاني ده. ده عبارة عن الايه؟ السيل أو الكابروك، عامل بالظبط زي الكاب اللي بلبسه على راسي عشان يحميني من الشمس، نفس الفكرة بالظبط. عبارة عن الكاب اللي موجود فوق الريسيرفوار عشان يمنع البترول من الهجرة داخل مين؟ داخل التراب. واضح ولاد؟ اتربى نتكلم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. فالديفينيشن لي السيل او كابروك is a unit with low permeability that impedes بيمنع the escape of hydrocarbons from further migration in the reservoir. is a unit with low permeability that impedes the escape of hydrocarbons from the reservoir rock. الصخر اللي بيمنع هجرة البترول من داخل الخزان. في امثلة كتيرة على صخور تنفع كسيل او كابروك زي الافابرايتس، زي الشوك، زي الشيل. ديتي عبارة عن الأنواع المختلفة لمين؟ لي السيل. طيب إيه هي أنواع السيل؟ أنواع السيل طب قبل ما نخش في أنواع السيل الأول نتكلم عن كاركتريستيكس الأول. ثلاث صفات أساسية المفروض تتوافر في الكاب أو السيل روك. أول حاجة لازم يكون صخر امبيرميبل، صخر معتم. رقم اثنين لازم يكون وايد اريال اكستنت، ممتد وموجود بصورة كبيرة، ما يكونش موجود في مكان صغير لأن البترول هيسيب هذا المكان ويروح للمكان التاني اللي ما فيش فيه سيل، فيفضل يكون السيل على وايد اريال اكستنت، ممتد بصورة كبيرة. اخيرا لازم يكون سمكه كبير لان طبعا وجود البترول عندك، البترول بيهاجر من صخر المصدر عشان يتراكم في الخزان ويفضل يتراكم يتراكم في الخزان لغاية بيفضل يضغط يضغط على صخر الكابروك وبالتالي بيبدأ يكسره. فيفضل يكون great thickness بالنسبة للسيل عشان يمنع ان هو يتكسر بواسطة تراكم البترول اسفله. يبقى انت عندك impermeable formation that may trap oil or gas and preventing it from migrating to the surface. اتنين wide irregular extent. رقم تلاتة great thickness. واضح كده ولاد؟ دي بالنسبة لمين؟ لي characteristics of the seal او كبروك. اخيرا لو جينا نتكلم على النوعين، مش عاوزين نخش بالتفصيل يعني ايه الانواع اللي نقولها دلوقتي، هناخدهم بس كده على اللفظ العام. فانت عندك نوعين من السيل، ممكن يكون هيدروليك سيل او ممكن يكون ميمبرين سيل. نوعين من من السيل على اساس الليكنج، على اساس التسرب اللي ممكن يحصل من هذا من هذا السيل. فانت عندك نوعين، يا اما هيدروليك سيل يا اما ميمبرين سيل، وكل نوع فيهم له صفاته، بلاش نخش في التفاصيل بتاعته. واضح يا اولاد؟ لكن في اغلب الاحوال ممكن تلاقي الصوره ديت، تلاحظ ان البترول الاويل ظهر على السطح. معنى كده ايه؟ معنى كده ان البترول فضل ايه؟ يضغط 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 على صخر الكابروك لغايه ما كسره، لغايه ما البترول بدا يهاجر وممكن يوصل لغايه السطح زي الصوره اللي انت شايفها قدامك، عباره عن تسرب بترولي او سي او ايه؟ سيبج اوف اويل او اويل سيبج. وكذلك ممكن تكون هذه الصورة.
واضح يا اولاد؟ دي برضو عباره عن ايه؟ تسرب بترولي. ديت محاضره النهارده من المتطلبات الاساسيه او الاسينشال ريكويرمنتس فور اكيوميليشن اوف هيدروكربونز. اتكلمنا في ثلاث حاجات هم عباره عن سورس والريسيرفوار والسيل او كابروك. ان شاء الله المره اللي جايه باذن الله هنتكلم على ذا فورس ريكويرمنت وعباره عن المصيده تراب. ونلقاكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.